نادي تطوعي تربوي غير ربحي أو سياسي يقوم على تمكين العلاقة بين خريجي المدرسة والطلبة وإقامة أنشطة وفعاليات من دورها أن تزيد من المستوى المعرفي والترفيهي لدى الطلبة والحرص على تبادل الخبرات التي تعود على الطلبة والأكاديمية بالمنفعة. بناء جسر التواصل ما بين المدرسة وخريجيها والطلبة على مقاعد الدراسة، تنظيم فعاليات علمية ثقافية ترفيهية وتوعوية، إقامة شبكة علاقات وتعاونات مع مؤسسات ونوادي أخرى، تطوير مهارات الطلبة بشتى المجالات من خلال إقامة ورشات عمل مختلفة. طارق حسن رمضان، هندسة صناعية، الجامعة الهاشمية. مرحبا، أنا اسمي رؤى العالم، صيدلة، جامعة العلوم والتكنولوجيا. عبدالله شديفات، طالب في كلية القانون في جامعة أنجليا رسكن، كامبريدج. فارس قبلاوي، جامعة الأميرة سمية، محاسبة. رؤى الكردي، تمويل، جامعة الأردنية. شاهد حوامدة، طب أسنان، جامعة العلوم والتكنولوجيا. ليث خطاب، صيدلة، جامعة العلوم التطبيقية. ليث أبو شيخة، صيدلة، جامعة العلوم التطبيقية. إبراهيم سويدان، هندسة مدنية، جامعة الأردنية. رويدة التميمي، تقنيات إنتاج صوت، الجامعة الأسترالية. راشد اقتشات، تخصص في الميكينج. جين المومني، تكنولوجيا معلومات الأعمال، جامعة الأميرة سمية. عمر الخالدي، محاسبة، كلية الأمور. خالد عفاني، هندسة صناعية، الجامعة الهاشمية. مشاركتي في الأنشطة اللامنهجية من ضمنها حصولي على المركز الأول في مسابقة الخطابة على مستوى المملكة. أحلى ذكرياتي لي بالمدرسة لما كنت أشارك في مسابقات رسم على مستوى المملكة وحققت الفوز فيها. تمثيل أكاديمية الإتار الدولية في مؤتمر المدارس الخاصة على مستوى الشرق الأوسط في تركيا. السندويش بين الحصتين لأنه الفرصة كانت شوي متأخرة. حصولي على المركز الأول في مسابقة التصوير على مستوى المدارس الخاصة بالمملكة. مشاركتي في البرلمان طلاب الأردن. اشتركت ببطولة كرة قدم وفزنا بالبطولة. فوزي في بطولة الشطرنج على مستوى مدارس الخاصة في المملكة. حصولي على المركز الثاني في مسابقة الكتابة على مستوى مديرية لواء الجامعة. مشاركتي بالأعمال التطوعية من أجملها زيارة للحسين السرطان. أحلى ذكرى إلي مشاركتي في بطولة اللياقة البدنية على مستوى المدارس الخاصة. مشاركتي في تقديم وتنسيق حفلات التخرج. مشاركتي في تدريب فقرات الدبكة. مشاركتي في مسابقة الكيمياء والرياضيات والحصول على المركز الأول.